فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة، وهي إن عندها ابنة مريضة بعاهة مستديمة وهي الضمور في العقل والخلق، الضمور الخلقي. تقول هذه المرأة تقول إنها مطلقة وتقوم برعاية هذه البنت، وقد تقدم لها خطاب ولكنها ترفضهم خشية أن تقصر في رعاية ابنتها المريضة. سؤالها: هل علي إثم في ترك الزواج في هذه الحال؟ تعلم الخطاب، إذا رضوا بهذا فلا بأس. نعم، ولا تبقى بدون زوج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.